لن يجدوا الراحة في هذه الدنيا مهما جمعوا من الأموال. ألا بذكر الله يطمئن القلوب، مش بالأكل والشرب والمساكن والمراكب والملابس، ما كان ما يطمع بها أحد. من أراد السعادة في الدنيا قبل الآخرة ففي دين الله لا في غيره. الناس يطلبون هذا الجانب، الطير ما يطير بنحوه، ما يطير إلا بجناحين، فهم يريدون أن يطيروا بجناح واحد. الماديات مطلوبة فوق الحاجة، والمعاني مهملة كل الإيمان. فهل يعقل هذا؟ لا يعقل هذا، وهم تركون صحيح ربهم وأمره ونهيه واتبعوا أهواءهم، فهل سعيدوا؟ ما سعيدوا. ترى الانتحار والسرقة والغش والغش والكذب والاحتيال وكل المؤنث من الباطل والطلق والأمراض الفتاكة والأمراض الخطيرة، هذا الذي يريد تعيش به الناس. أتعبوا أنفسهم، أتعبهم ربهم حشا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هم الذين أتعبوا أنفسهم. عدلوا عن الاعتدال، لا حيفة ولا شطاط، وخير الأمور الوسط. اطلبوا النعم المادية واطلبوا النعم المعنوية من ربكم. الأسباب لا تنكر، الأسباب الشرعية لا الأسباب الغير الشرعية. لا يطلب رزق الله بمعصية الله، ومن نجده وإن وجده لا ينتفع به. كما ترى وجدنا الخيرات والبركات التي ما كنا نطمع بعشور عشورها، اليوم نعيش فيها. وجدنا الراحة النفسية ما كان، نزاعات وصراعات وحروب وطلاق وأمراض ومتاعب لا حد لها. وكان من القياس أننا لا نتعب، رأينا الناس التي لا نعم عندهم إلا قليلة وكانوا في راحة نفسية، رأيناهم والحمد لله وعشنا معهم. واليوم رأنا شوفوا المتاعب الكبرى، هذا كل ما في الدنيا إما ماديات وإما معاني. لا تطلب المعاني وحدها بغير الماديات، لأننا جعلنا الله محتاجين لها، ولا تطلب الماديات بدون دين. ما كان إن الدين هو الأصل، ما خلق الله إلا لأجله، والماديات تابعة ليست متبوعة، هي للأجساد، والأجساد وعاء أوعية للأرواح، والأرواح هي المسؤولة، هي المعذبة. ذهبوا إلى القبور تجدون عظاما بالية، ولكن أصحابها إما في نعيم وإما في جحيم. نهاية الأصل الأرواح. الإنسان كملت مهمتها، تموت مهمتها كملت، تدفن في التراب.